إذن إنذار شفهي لمحمد المرمور قائد هذه المباراة وقاضيها الحكم أيمن عسافين. إنذار شفهي للمرمور بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء والبحث عن ضربة جزاء. كابتن باسل حموي. مباراة الوثبة والشرطة في استاد خالد بن الوليد بحمص. مباراة الجزيرة وحطين قلت لم تلعب لأسباب لوجستية تخص نادي الجزيرة، كانت مقررة في ملعب الفيحاء بدمشق على أرضية الميدان. الكابتن سامر السالم رأس الحرب الأهلاوي نتمنى له سلامة بكل روح رياضية. لاعبي تشرين يطمئنون على سلامة سامر السالم إلى جانب الطواقم الطبية الاتحادية. إذن أتمنى السلامة لسامر السالم. طبعا نعتذر متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بعض الخلل الفني ربما في بث هذه المباراة ناتج عن الشبكة والاتصالات، مشاكل إذن فنية لوجستية نعانيها اليوم في استاد الباسل. كنا وسنبقى كما عرفتمونا الصورة والصوت الأنقى والأدق، ندور بكم حيث تدور المستديرة أينما كانت الكرة السورية تكون دائما صدى اف ام. كرة بالحيازة التشرينية، نديم صباغ من هنالك على اليسار يلعب الكرة للمالطا. مالطا تغيير اتجاه اللعب للمرمور، كل اللعب للمرمور، كل الاعتماد على هذا النجم المتألق هذا الموسم محمد المرمور. كرة بالكعب كانت قصيرة لم تكن موفقة، البحث عن المرمور لم تصل إليه. رمية تماس تشرينية بيد محمد ريحاوي، عمر عفوا ريحاوي صاحب الرقم 2 المدافع عمر ريحاوي يلعب الكرة إلى منتصف الميدان. تغيير اتجاه اللاعب هنالك على اليسار داخل منطقة جزاء خطيرة ولكن من موقع متسلل يستلمها تعود بصافرة الراية والأوفسايد. محمد مالطا يفقد فرصة هذه الهجمة. خالد إبراهيم طويلة باتجاه الأمام لم تجد من يتابعها، عادت للمدنية. أحمد مدنية يلعب الكرة وصلت إلى منتصف الميدان مقطوعة أهلوية. المباراة لم تأخذ الرتم الناري، بعض الدقائق الحماسية مرت ولكن عادت المباراة لينخفض رتمها الفني. ينتظر من تشرين أكثر أن يباغت خالد إبراهيم أن يوجد في مناطق الاتحاد، فقدها زكريا العمري، خرجت بعد أن مررها المرمور خاطئة إلى رمية تماس اتحادية على اليمين على اليسار الاتحادي ويمين الهجوم التشريني بيد إبراهيم السواس. كرة وصلت إلى عليش، عليش بالمهارة الفردية يلعب الكرة قوية ممتازة جدا. تغيير اتجاه اللاعب هنالك خطيرة هذه الكرة ولكن يلعبها سهلة بيد المدنية. غريبة هذه الكرة لم يكن هذا منتظرا يا محمد ريحانية، كان بالإمكان أفضل من مكان. كرة خفيفة، كرة هادئة، كانت لو سجلت ستخلق سيناريو آخر بالمرة، ستقلب موازين المباراة، ستشعل أرض الملعب بالضغط التشريني والأداء الأحمر والأصفر. قلت النجمة الثالثة أصبحت على بعد خطوة وربما تحسم اليوم بواقع خسارة الوثبة فقط وفوز تشرين. هنا أعزائي مشاهدي ومتابعي إذاعة صدى اف ام، كامل حميشة في منتصف الميدان، محمد مرمور، مرمور من جديد، لا يزال مرمور مهندس الكرة التشرينية يوزع اللاعبين يوجه الزملاء للصباغ. الصباغ نديم تعود للمرمور،
مرمور مضطر للعودة إلى الخلف واستلام الكرة من هنالك لحميشة، ولكن باس خاطئ من حميشة والكرة مبعدة بمبدأ الأمان والسلامة إلى رمية تماس تشرينية. المرمور بعد أن بدأ بمركز رأس حربة يعود نشاهده مع دقائق هذه المباراة ومرورها إلى منتصف الميدان ليعود بالكرة بنفسه. لا يطيق صبرا هذا اللاعب صديق الشباك، يريد أن يسجل ويباغت خالد إبراهيم بصورة مبكرة. ملعوبة هنالك ولكن طالت، كانت 1-2 متى سيلحق بها داخل منطقة جزاء خطيرة جدا. كرة الهدف الأول تضيع، كرة الهدف الأول المحقق تضيع، تدخل من مدافع بصفة المدافع هذا لاعب الارتكاز رائع محمد عنز من كرش الحوت من خط المرمى أخرجها. قلت تشرين أخطأ، قلت تشرين يبحث عن الهدف الأول. خطيرة هنا، لا تزال الكرة داخل منطقة الجزاء الاتحادية. أدفانتج بحيث تشرينية فوق المرمى، كرة بدون عنوان للمرمور، تسرع فيها محمد وضعها فوق عارض خالد إبراهيم. قلت الجيش متقدم هنالك على جبلة في استاد الجلاء بدمشق بهدف دون مقابل، والتعادل السلبي لا يزال يخيم على مجريات مباراة الوثبة والشرطة في ملعب خالد بن الوليد بحمص. الوحدة متعادل سلبيا في ملعب تشرين باستضافة الفتوة النوعير والكرامة في ملعب حمال بلدي كذلك 0-0. إذن الفريقان أمامكم مشاهدين التقوا بالدوري والكأس 95 مرة، فاز فيها الأحمر الاتحادي 46 مرة بأفضلية واضحة، فيما فاز تشرين 23 مرة على الاتحاد، وتعادل الفريقان في 26 مناسبة. الغلة الاتحادية من التهديف في مرمى تشرين كانت 153 مرة هز فيها الحمر الحلبيون مرمى البحارة، 153 في حين سجل تشرين 87 هدف. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان موسم 2005-2006 أهلويا أحمر بخمسة أهداف دون مقابل، أما التشرينيون ففازوا 4-1 أكثر مرة، كانت عام 99-2000. من حديث التاريخ إلى حديث الحاضر، يبقى الحاضر هو العنوان الأبرز والبحث عن المستقبل وتسجيل الأرقام واعتماد تشرين هذا الموسم على مدرسته واللاعبين الشباب التشرينيين بالوفاء والولاء يصنع المستقبل، والعين على الحاضر والأقدام بالحاضر في أرضية الميدان باحثين عن النجمة الثالثة. 60 نقطة حسم بها تشرين الدوري الثاني عام 87، من يومها لم يعانق تشرين ذهب الدوري. أما الدوري الأول فكانت 34 نقطة كافية للبحارة للتتويج، اليوم تشرين برصيد نقاط 53 سيصل ل 59 نقطة كأكبر حصيلة ممكنة في حال فاز اليوم، وفاز كذلك على الكرمة في المباراة الأخيرة. أحمد مدنية، منه إلى عبد الرزاق محمد، عبد الرزاق محمد والدفع في منتصف الميدان وفاول بصفيرة الحكم يحصل عليه اللاعب التشريني، كرة تنفذ من منتصف الميدان محمد مالطا. لعبت الكرة داخل منطقة جزاء المرمور، المرمور يستلم الكرة يعود بها إلى اليسار، ممتازة جدا من محمد ولكن في موقع متسلل كان الزميل، ضاعت الهجمة، ضاعت الفرصة، ضاعت الإمكانية على تشرين. خالد كردغلي كان في موقع متسلل، حرم الجمهور التشريني من فرحة الهدف الأول. وللتاريخ المواجهات يصب في صالح الأهلي، أما آخر فوز للأهلي هنا في ملعب الباسل كان في الثالث من كانون الأول 2003، منذ عام 2003 لم يفز الأهلي هنا في استاد الباسل على تشرين. مع 30 دقيقة الأولى من زمن أحداث هذا الشوط الأول يوقف الحكم أيمن عسافين المباراة، كولينج بريك، ووتر بريك، وقت مستقطع لالتقاط الأنفاس في السنة السابعة لتطبيق هذا القانون.
الذي طبقته الفيفا قبل مونديال البرازيل، كانت المطالبة به من جانب شيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي، طالب بوقفة كهذه عند دقيقة 30 من كل شوط، فوافقت الفيفا بشرط فقط أن تكون درجة الحرارة تفوق 32 درجة، وكانت الموافقة بالسكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم يومها جيروم فالكي. 8 ألقاب دوري في أرضية الميدان، 6 منها حمراء واثنين يشوبهما اللون الأصفر. الاتحاد 6 مرات بطل الدوري، يبحث كان عن النجمة 7 في هذا الموسم، لم يصل إليها الأهلي صاحب المركز 5 هذه السنة. هو البطل في تاريخ الدوري عام 67، ثم احتفظ بها عام 68، وكان آخر نسخة يفوز فيها الاتحاد بلقب الدوري عام 2005 بقيادة الكابتن الخالد في ذاكرة الأهلاويين محمد عفش. الفريقين في أرضية الميدان خارج حسابات المنافسة في كأس السيد رئيس الجمهورية لكرة القدم. الاتحاد ودع في الدور الماضي في دور 8 على يد الساحل بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي هنالك في ملعب حمال البلدي 0-0. أما تشرين فودع في دور 16 على يد الزعيم الجيشوي بركلات الترجيح كذلك بعد التعادل 1-1. عين كل من الفريقين على مسابقة الدوري، لم يتبقى للمنافسة سواها. كرة تشرين في منتصف الميدان، البحث عن التسديدة، التوغل بالمهارة الفردية هنالك على اليمين، وصلت للمالطا، مالطا يلعب كرة عرضية على القائم الثاني، يستلمها ممتازة جدا، تصطدم بالمدافع الاتحادي من موقع متسلل، استلمها هذا التشرين، تلعب الأوفسايد بسرعة، كثرت حالات التسلل على تشرين. لاعبي الأهلي يطبقون مسيادة التسلل في الدفاع الأهلاوي، البحث عن 1-2 لم تصل لعليش، تقطع تعود من زكريا عمري أمامية ولا تنجح هذه المراوغة، لن تمر يقول خالد إبراهيم، لم ينجح بمغالطة الحارس الاتحادي اليقظ إلى حد الآن خالد إبراهيم. الجيش الذي أخرج حطيم من المنافسة على كأس السيد رئيس الجمهورية، أخرج تشرين في الدور قبل الماضي من المنافسة على كأس رئيس الجمهورية لكرة القدم. يذكر التاريخ أن أكبر فوز على الجيش حققته الأندية السورية حققه نادي تشرين 5-0 مرة ومرة 7-3. يعرف جمهور تشرين أن ناديهم هو النادي صاحب الانتصار الأقوى على الكتيبة الجيشوية في تاريخ سوريا. هذه طالت ولم تصل إلا إلى الأمان، إلى خالد إبراهيم حامل عرين الأهلاوي هذا المساء بخيرات الهواش. لقبين يتساوى بها تشرين مع الحرية والفتوة، كل منهما له لقبين في مسابقة الدوري السوري. لن يحقق هذا المساء، لن يحقق هذا الموسم فريق الاتحاد الدوري أو الكأس، كان موسما متعثرا بعيون الجماهير الأهلوية بعكس مواسم الذهب، والمرة الوحيدة التي حقق فيها الأهلي ثنائية الدوري والكأس. على حديث الذهب تتحرك الجهة اليمنى الأهلوية خطيرة، ولكن خرجت من جهة البعور أو من زكريا حنان، كان هنالك على الجهة اليمنى. كرة زكريا حنان لم تعرف الطريق الأمثل. كرة تشرينية تعود للحميشي، حميشي للمالطا، مالطا محمد لعلاء الدالي، علاء الدالي داخل منطقة الجزاء يبحث عن الزميل، يحاول المراوغة، يعود بها الخلف نديم الصباغ، نديم الصباغ قطرية داخل منطقة الجزاء ممتازة جدا، استلام مراوغة، وقف على الكرة، تسديدة ارتماء ببسالة، والتسديدة مرة أخرى فوق العارضة، ضعف الكرة الأخطر من كامل حميشة خارج منطقة الجزاء. حاولت تشرين تتكرر على المنهل الاتحادي بكل خطورة، تشرين يضرب ويهدد
الهدف يطبخ، الهدف التشريني يتجهز، ولكن من لا يسجل يسجل عليه. قد تكون المباراة الأهلوية بسلاح المرتدات للحنان أو لأعليش من هنا على اليسار. كنت أقول المرة الوحيدة التي فاز فيها الأهلي بثنائية الدوري والكأس كانت عام 2005 موسم الذهب بقيادة ياسر السباعي وحضور العفش. يا نديم يا صباغ، ممتازة من نديم، مرور يضع الكرة فوق رؤوس الدفاع الأهلوي، تخرج لمحمد مالطا ركلة زاوية، تركها لكردغلي خالد، رمي التماس من هنالك بيد خالد كردغلي، ملعوبة وصلت لكامل حميشي، كامل حميشي قطرية مقطوعة، ينطلق بها عليش، عليش على الجهة اليسرى بسرعة يضع الكرة سامر السالم، سامر السالم بين مدافعين محاصر، الكرة يسقط على أرضية الميدان دون فاول، تصل إلى أحمد مدنية، محاولة أهلوية لا تزال إلى حد الآن خجولة على استحياء الأهلي، يجب أن يلعب كرة قدم ترضي الجماهير. نديم الصباغ يترك الوقت للحديث عن الماضي ويركز الاهتمام على الحاضر، لا وقت للحديث عن التاريخ، نبدأ بالمعلومة، نبدأ بالإشارة، نبدأ بالومضة تقاطعنا الهجمة التشرينية من هنا والاتحادية من هناك. كرة وصلت للأشقر، أشقر للحنان، حنان إلى زكريا عزيزة، فاول على زكريا عزيزة. ياسر السباعي قاد موسم الثنائية وكان محمد عفش يومها القائد الاتحادي بعمر 39 سنة وسجل 3 أهداف وأصبح يومها العفش أكبر أهلاوي بالسن يسجل في الدوري في تاريخ الدوري السوري الممتاز، ويومها فاز الاتحاد بدوري عام 2005 بفارق 3 نقاط عن الكرامة. هذا حديث التاريخ وعين الأهلاويين على حديث المستقبل والإدارة الجديدة، والتوفيق للكابتن باسل الحمر. كرة تعود تشرينية على جهنم مع صفرة العصفين، الوحدة، يسجل الهدف الأول في ملعب تشرين بدمشق في مرمى الفتوة في ذات الوقت. الكرة عند الكردغلي خالد، خالد كردغلي تصطدم بالدفاع الأهلاوي وتخرج ضربة زاوية. الملك عبد القادر كردغلي أسطورة سورية وأسطورة نادي تشرين، شارك في الحصول على الدوري الأول عام 82. مرورا بالغريم الحطيني، يومها في الجولة الأولى اكتسح تشرين غريمه الأزرق الحطيني الحوت بثلاثية نظيفة، سجل أحد أهدافها الملك عبد القادر كردغلي. محمد مرمور، محمد مرمور على القائم الأول، كرة خاطئة إلى خارج أرضية الميدان، لم تكن على الرؤوس، لم تكن على الأقدام، لم تكن بالمتابعة المثالية، كانت قصيرة على جميع الزملاء. قلت الوحدة يتقدم على الفتوة في ملعب تشرين هنالك في دمشق 1-0 مع هذه الأمامية لخالد إبراهيم للريحانية، وصلت يستلمها محمد، تلكأ فيها فقدها، خرجت إلى رمية التماس، كنترول لم يكن مثاليا لمحمد ريحانية. كرة ملعوبة عند 6 زكريا عمري لنديم صباغ، نديم صباغ للكردغلي خالد، الكردغلي لوب إلى المالطة، عرضية ممتازة داخل منطقة الجزاء، بالغ في التمرير، كان يمكن أن يختتمها، أن يختتمها ويضعها مباشرة في المرمى. سامر السالم يبحث عن هذه الكرة وحيدا يقاتل عليها، سامر السالم ممتاز، وجد العرضية وضربة جزاء لم يشر إليها الحكم أيمن عسفين،
مع مطالبة الجماهير الأهلوية بركلة جزاء لم يصفرها العسافين أيمن قاضي هذه المباراة. كرة أمامية يلتقطها خالد إبراهيم. الدفع كان من الخلف على الكابتن سامي سلم ولكن لم يصفر الحكم العصافين بنالتي اتحادي. حالة إذن تحكيمية جديدة بعد تسجيل الجدل على أكثر من حالة تحكيمية يوم خرج الاتحاد من كأس الجمهورية على يد الساحل. هذه حالة تحكيمية جديدة تعود إلى الواجهة مرة أخرى تثير الجدل من جديد تحت عين العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم. إذن على أرضية الميدان خالد إبراهيم حارس المرمى الاتحادي بعد الاحتكاك مع المرمور في الكرة الأخيرة التي كانت أمامية التقطها خالد إبراهيم وصل إليها قبل رأس الحربة التشريني. الاتحاد خارج أرضه حصل هذه السنة على 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات. هل من نقاط جديدة يضيفها الاتحاد إلى خزينته وحصيلته هذا المساء من هنا من أرض تشرين ستكون مؤلمة للبحارة مع فقد نقاط لا مكان لفقد النقاط. الدوري سيحسم للوثبة بفارق المواجهات متابعينا في حالة واحدة فقط إذا تعادل الوثبة في مباراة واحدة من مباراة اليوم ومباراة الكرامة وخسر تشرين مباراة اليوم ومباراة حطين بالنسبة للوثبة وخسر تشرين اليوم وخسر كذلك مع الكرامة. في هذه الحالة سيتساوى الفريقان ب 53 نقطة. سنحتكم كما هو معروف بفارق المواجهات الذي هو وثباوي ذهابا وإيابا. كرة تشرينية وسط الميدان صباغ يتحرك كثيرا يلعب كرة كثيرة بينه وبين الدالي والمرمور والمالطة على الجهة اليسرى الأنشط التشرينية. حالة صيد جديدة على الهجوم التشريني بعد تغيير اتجاه اللعب من جانب الدالي. كرة لخالد إبراهيم. خالد إبراهيم أمامية طويلة منه. تماس تشريني لعبد الرزاق محمد. حميشة. حميشة لخالد كردغلي. خالد كردغلي المرمور. مرمور نشيط جدا هذا المساء إلى جانب كامل حميشة والدالي. على الجهة اليسرى يفقدها الكرة لمحمد ريحانية. حمية يلعب على اليسار اليوم بعكس جهة زكريا حنان. أحمد الأحمد يلعب باس احتكاك وسقوط والحكم لا يصفر لا يقول شيء يعطي الأدفانتج للتشرينيين. تعود كونتر اتاك تشريني بقدم أي نديم الصباغ. نديم الصباغ للدالي طويلة من الصباغ للدالي. الدالي احتكاك وفاول بصافرة أيمن عسافين. فاول على زاوية منطقة الجزاء سيكون خطيرا مع منعرج هذا الشوط الأول لو دخلت هذه الكرة عند الدقيقة 44 من عمر هذا الشوط. سيرتاح الكابتن ماهر بحري من الكثير من الحسابات لو دخلت هذه الكرة. يا مرمور ويا دالي ويا صباغ أصحاب الرؤوس والأقدام خط النار التشريني. محمد مرمور يقف على هذه الكرة يلعبها ممكن باتجاه المرمى بواقع أنها كرة مباشرة تحصل عليها الصباغ وقد يلعبها مقوسة فوق الرؤوس. انتظر خيار المرمور وقراره. مرمور يلعبها باتجاه المرمى ولكن بالبوكس
خالد إبراهيم يرفضها ويقول لا، لا اهتزاز للشباك حتى الآن إلى هذه اللحظة على الأقل. خالد إبراهيم يبعد كرة المرمور مع نهاية هذا الشوط. عبد الرزاق محمد في الدفاع، آخر المحاولات التشرينية، آخر اللمسات التشرينية، الحيازة مع ختام هذا الشوط للأحمر والأصفر صاحب الأرض والضيافة. خالد كردغلي وحيدا يمر من لاعبين العباس، وصل داخل منطقة الجزاء، محاولة بالمهارة الفردية، يا سلام، عرضية تبحث عن الزميل للملطة، الكرة تضيع، ضاعت الكرة على تشرين، ضاعت مع آخر ومضات هذا الشوط. يا ريحاوي يعود بها داخل المنطقة العرضية والكروس، ولكن يفتقد تشرين للتركيز واللمسة الأخيرة. كرة على اليمين، يسقط الملطة ولا إشارة لفاول. بالدفاع الاتحادي تعود الكرة، يلعب بالنار، يخرج الكرة بطريقة بهلوانية. عدد الأتاك الأخيرة الاتحادي، لو كان الباس سليما لوصل وشكل الخطر الأكبر. أحمد الأشقر يمر يتحصل على فاول واضح يمنحه حكم المباراة عند الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط. مباراة أخذ ورد، مباراة حماسية، لم تهتز الشباك لا من هنا ولا من هناك، ولكن تهدد المرميان أكثر من مرة. تشرين كان صاحب الأفضلية النسبية وإن لم تكن إيجابية. تسديدة هذه فوق العارضة ترد على حديث الأفضلية. محمد ريحانية يقول كذلك، نحن حاضرون في أرضية الميدان، الكرة الأهلوية لا تموت مهما عبست هذه الكرة في وجهنا هذا الموسم. الاتحاد يبقى الاتحاد والكبير كبير، ونحن أصحاب النجوم الستة. هذا حديث الريحانية بالتسديدة الأخيرة. المرمور محمد، كرة منه طويلة بالخطأ طالت على الزميل، خرجت إلى لم يتركها تخرج ضربة مرمى، لم يتركها زكريا حنان عليها. مع إشارة الحكم أيمن عسافين لوجود 3 دقائق وقت مبدد من نصف المباراة الأول، نلعب في الوقت بدل الضائع إذن المقدر ب3 دقائق. مع هذه الكرة في منتصف ميدان أهلاوية، تفتك تشرينية، تسترجع، تعود من جديد، يا سلام، ضغط تشريني على حمل الكرة واضح. زكريا العمري، عمري لب إلى الدالي، ولكن الدالي في موقف متسلل. مع الدقيقة الأولى من زمن الوقت بدل الضائع، الوقت المبدد من هذا الشوط، الومضات الأخيرة دائما عنوانها هل تخلط أوراق الشوط الثاني أم ماذا؟ شوط المدربين، شوط الرؤوس، شوط التكتيكات، شوط حديث الأوراق وحديث التعليمات. عبد الناصر حسن، منه إلى عنز، عنز للحنان، زكريا قطرية، تغيير اتجاه اللعب طالت وصلت إلى قفاز أحمد مدنية. عبد الرزاق محمد، نديم، لا تزال تشرينية، كامل حميشة، كامل حميشة، كرة قطرية على جهة اليمين، ملطة يعود بها إلى زكريا العمري، وصلت خطيرة داخل منطقة الجزاء. هذا الكروس، ولكن لا يجد إلا المدافع الأهلاوي، ليس من زميل الأقرب، هو صاحب الفريق البيضاء الضيف أحمد الأشقر. أحمد الأشقر على اليمين، ريحانية للأشقر من جديد، يسلمها داخل منطقة الجزاء، ممتاز الأشقر، يمر لا يفقدها، لا يزال يحتفظ بها، خرجت منه، طلب عليه إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لأحمد مدنية مع آخر أنفاس هذا الشوط. نديم صباغ، قلت المباراة تنتظر ما يجري من نتيجة هنالك في مباراة الوثبة التي يتقدم فيها 1-0 على شرطة في ملعب خالد بن الوليد بحمص.
إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليها، التعادل هنا وفوز الوثبة هناك، سيتصدر الوثبة في المنعطف قبل الأخير من نهاية هذا الدوري بفارق نقطتين عن تشرين. أتحدث عن النتائج الجارية حاليا، التسديدة إلى أحضان خالد إبراهيم معها صافرة حكم هذه المباراة السيد أيمن سفين، ينهي بها أطوار هذا الشوط الأول كما بدأ بواقع السلبية، حيازة سلبية وتهديد نسبي أكبر من جانب تشرين، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، مطالبة أهلوية بركلة جزاء. هذه كانت متابعينا أبرز أحداث الشوط الأول، متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لا تذهبوا بعيدا، سنكون معكم في الشوط الثاني من هذه المباراة، ابقوا معنا.